لكن محدش غيرك ليلتها جاب دم من بقه. لا محدش. حسيتي بصوت بيصرخ في ودانك ساعتها؟ مش فاكرة، بس أنا فاكرة إن شمسة جت ودست على وداني جامد قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير يا سيدنا الشيخ؟ استعيني بالله يا بنتي، وبإذنه سبحانه وتعالى شفاك هيكون على إيديا بإذن الله. لسه هنا؟ ايوه. بتعمل ايه؟ ولا حاجه. امال ايه ده؟ ده موضوع عشان الجورنال. تقدر تروح. امشي؟ انت ملفك نضيف، ما عندناش ضدك اي حاجه. مش عايز تقول لي حاجة قبل ما تمشي؟ الو، ايه يا ادم؟ موبايلك مقفول ليه؟ انا عمال اطلبك من الصبح. البطاريه كانت فاضيه. مين؟ انا كامل الزيات رئيس التحرير. اهلا استاذ كامل. قضيت العقد ولا لسه؟ بصراحه لسه ما قضيتوش. لازم تجيب لي العقد النهارده وتجيب كمان ستوك الصفحتين. انا مستنيك. مع السلامه. اللي انت بتقوليه ده اسمه تخاريف يا ندى. عماد، انا في حاجات بتحصل لي انا خايفه احكيها عشان ما افتكرهاش تاني. في حاجه مش طبيعيه حواليا. ندى بصي، لو عايزانا نسيب بعض قوليها لي دلوقتي بمنتهى الصراحه، وارحميني بقى وارحمي نفسك من فيلم الدجل والشعوذه ده كله. انا تعبانه يا عماد، تعبانه ومحتاجاك توقف جنبي. انا حياتي بقت كابوس وانا صاحيه وانا نايمه. ما كلنا بنشوف كوابيس يا ندى، بس مش بنجري نصدقها ونقنع بيها اللي حوالينا ونهد حياتنا وحياتهم بمنتهى الغباوه. ونسرين اللي ماتت يا عماد. نسرين ماتت في حادثة أسانسير يا ندى. حصلت وبتحصل ولسه هيحصل زيها كتير. وشمس، شمس مش بترد عليا بقالها يومين. عادي، ايه المشكلة؟ على ما انا عندي مشوار ورا بيتها، هخلصه واروح اطمن عليها واطمنك. خلاص؟ رايس، هي بيه. بقول لك لسه شمس خرجت ولا ما تعرفش؟ حربتها مركونه بقى لها يومين.
انت ما شفتهاش بقالك فين؟ ما شفتهاش. مين حضرتك؟ الو عماد بتقول ايه؟ شمس؟ انا جايه حالا. دي ديه يا حاجه، والديه لازم تدفع. ليلتها حضر واحد. انا بستدعي السيرفنت ده. ومعنى انه يحضر؟ الوسيط اللي ما بيني وما بينه هو انت. ينتقل من العالم بتاعهم الى العالم بتاعنا عن طريق بوابه. ندى وزميلتها جاهزين؟ كانوا العزم اللي اتفتحت به البوابة دي، ولما التحضير فسد. نسرين بتستهبلي؟ ندى البوابة دي اتقفلت بكل قوتها، وده حصل لحظة مروره.